أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، أهدى تحقيقه للمركز الأول في سباق رويال وينزور للقدرة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، الداعم الأول والأبرز لرياضة القدرة في المملكة وفارسها الأول، والتي حققت المملكة في عهده الزاهر العديد من الإنجازات المشرفة في شتى المجالات، خاصة رياضة القدرة التي باتت رقما صعبا في أي سباق يتواجد فيه الفريق البحريني. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن حضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية مالكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعد أكبر تشريف وفوز لجميع المشاركين في السباق، حيث يعد جلالة الملك الداعم الأكبر لرياضة القدرة في المملكة وفارسها الأول الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق المركز الأول في السباق. وقال سموه: لقد كانت متابعة جلالة الملك المفدى لي في السباق ونظراته دافعا قويا من أجل تحقيق المركز الأول في السباق وتخطي جميع المنافسين وتحطيم جميع التحديات التي كانت تعترض مسيرتي في السباق، والتي كان من بينها الإصابة التي لحقت بي، إلا أنني حرصت على متابعة السباق والتحامل على الإصابة رغم قوتها، ووضعت هدفا لي وهو إدخال الفرحة على قلب جلالة الملك المفدى ورفع اسمي وعلم البحرين عاليا في المحفل الدولي الكبير. وأضاف سموه: أنا سعيد جدا بتحقيق المركز الأول في السباق، والذي نهديه إلى جلالة الملك المفدى الذي دائما ما يكون حاضرا ومتابعا لمشاركات الفريق الملكي للقدرة في مختلف المحافل، ومن بينها سباق رويال وينزور الذي أسسته مملكة البحرين بتوجيهات من جلالة الملك المفدى ضمن العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وبريطانيا. وأنا فخور جدا برسم الابتسامة على شفاه جلالة الملك المفدى والحصول على المركز الأول في السباق الذي شهد مشاركة كبيرة وواسعة من قبل خيرة فرسان السعودية والإمارات وبريطانيا والدول الأوروبية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد: لقد صدقت تنبؤات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث التقاني قبل شهرين من إقامة السباق وقال لي بأنني سأحقق المركز الأول في سباق وينزور، وبالفعل صدقت تلك التنبؤات التي بناها سموه وفق قراءاته الفنية وخبرته العالية في سباقات القدرة. مضيفا سموه أن السباق جاء قويا وصعبا نظرا للتنافس الكبير من قبل مختلف الفرسان المشاركين في السباق، وقال: مراحل السباق الأربعة شهدت تنافسا على المراكز الأولى، وقد حرصت على تحقيق نتيجة متميزة في السباق والحصول على المركز الأول في ظل مشاركة نخبة من الفرسان تطلب تحقيق المركز الأول جهدا مضاعفا في مختلف المراحل. وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الرائع في السباق يصب في مصلحة الفريق ويعطيه دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة التي نتطلع فيها إلى صعود منصات التتويج، والسباقات المقبلة ستكون متميزة جدا، ونعد الجماهير البحرينية بتحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة في عام الذهب فقط. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن النجاح هو إقامة هذا المهرجان وسط هذا الحضور الكبير من قبل الزوار، والجميع فائز بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يقام في الحديقة الخاصة بجلالة ملكة بريطانيا، والجميع جزء من هذا الحفل، كما أننا حرصنا على تسويق البحرين بصفة رياضية حضارية وأبرزنا حاضرنا وماضينا. اللهم لك الحمد اللي الله جملنا وقدرنا قدام جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن راشد وملكة بريطانيا كوين إليزابيث وكل المتابعين. جهد جبار من الفريق والطاقم والمساعدين والكل الحقيقة، وسياس وحصان، كلها جات متكاملة اليوم
ان نحصل النتيجه المرجوه. نعم. طول عمر بالنسبه الى السباق طبعا ما عمل لك ضغط ان من البدايه انت مرشح وان تصل الى الخط؟ انا مضغوط من شهرين. نعم. الشيخ محمد بن راشد رشحني من شهرين، لكن هذا ما يعني ان انا اتكل على هالترشيح هذا واجلس وارتاح، بالعكس خلاني ازيد من عزمي ان اكون انا يعني لازم احقق هذه الترشيحات، ولازم اعد لي حصان يشرف ويقدر يتحمل الممشى ويقدر يتحمل هالمسؤوليه، فالحمد لله. نعم. سمو الشيخ ناصر، ما اختلاف البدايه في السباق والنهايه؟ في البدايه كانت الحقيقه المنافسه شرسه، تنافسنا بقوه وتنافسنا بسرعه، بعدين المرحله الثالثه والاخيره مثل ما تقول تهادينا وتحابينا.